إلي زمان ما أكلت هي الأكلة. خدي جبت لك وحدة. يسلموا إيديك، ما بدي. أنا عم بقول لك خدي. كيف كان توقعي؟ افتح الميكروفون خيري. هيك منيح. مساء الخير. ها، اهلا وسهلا ممدوح. هلا رنا شو طالع براسها؟ شو بيعرفني ممدوح؟ اسألها. راحت تشوف الزلمه مو؟ لا، هي قالت لي رايحه على البيت. وانا هلا اجيت من البيت وما عم ترد علي. احكي، وين رح يلتقوا؟ من وين جبت هالحكي هاد؟ يوسف، شوف لا تجنني زياده. بعمراني، بناء المهندسين. ها؟ الخبر اجى من الصحفيه بنته لسوحة. قصدك رنا؟ هي مصيبه لحالها. معك حق. من وين عرفت؟ ما قالت مين خبرها. بس نحن لازم نعرف من وين هي عرفت، يمكن يكون واحد منا. طيب شو رح تساوي هلا؟ خيري، شو قاعدين عم يحكوا؟ ما عم بقدر اسمع منيح. شو هالحكي هاد؟ ما بيصير هيك. هات لشوف. لحظة، الصوت عم يروح ويجي. يا ربي ليش هيك؟ شو صار؟ لك أنا نسيت إني أشحنه. ولك أنت على طول جادبة لك خيري. جعان جد غبي، جد غبي. هات لشوف، هات. غيس لحظة شوي، ما بيصير تضربها هيك. هي آلة حساسة، هلأ بتنتزع هيك. هات أنا بشوفها. خد امسكها، قوم روح من هون. يلا روح روح. غيس، طيب خلينا ناخذ لهم كم صورة. اي ماشي. وقفتوا الشاحنة؟ لا، هي على الطريق. وكيف يعني؟ الشاحنة نفسها، بس بدلنا الحمولة والبضاعة صارت بشاحنة تانية، وهي شاحنة ما رح يشكوا فيها بنوب. بالله؟ ونجيب عم يستنى شاحنة، والتانية رح تمر بكل هدوء. أنا بدي أعرف الشاحنة اللي الشرطة بدها تلاحقها شو فيها. ما بصير، إذا قلت ما رح تكون مفاجأة. ويلا يلا كلي. أنا ليش اجيت لحالي؟ سيدي، الشحنة المشبوهة هلأ طلعت. ماشي، ديروا بالكم واستمروا بالمراقبة وانتظروا مني معلومات العملية. حاضر سيدي، امشي. We'll be right back.
هلا الشرطة ما رح توقفنا، انتظروا الإشارة مني. حاضر. جهزوا الأسلحة تبعكم. لك وينو هاد الزلمة لهلا؟ في حدا معك شي؟ شو؟ لا أجيت لحالي. جبت الوثائق معك؟ كلياتن هون. من خلال هاي الوثائق المدعي العام سوحة أكيد رح ينحبس. شو بتعرف غير هالشي؟ مع مين عم تحكي هاي؟ كأنه هذا رفعت. ليك الشرطة وقفوا الشاحنة. الشرطة أكلت الطعم. عن جد هالفكرة ظريفة وما بتخطر ببال حدا. طبعا لأنه فكرة بيكهاس. زين لتحت. يلا 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 نزيل لشوف. يلا يلا تعا. خير شو في؟ سرعة فتشو منيح. حاضر سيدي. فاعدة هلا وقفوا الشاحنة. انتوا لا تقوسوا حتى انا اقوس، ماشي؟ انتظروا الاشاره مني. شوفي، ضروري كتير تسلمي هالوثائق، ماشي؟ هالزلمه رغم انه مدعي عام بس عم يتصرف مثل قائد تنظيم ارهابي، وعم يستخدم سلطته ليحضر اوراق مزوره حتى يخلي كل الناس متهمين ومجرمين. وكل شيء موجود هون، مثلا هو عم يحاول يوصل للعالم انه الاسلحه اللي عم توصل للجماعات المسلحة الشرطة هي اللي عم تأمنها. المدعي سوحة هو اللي عمل كل هالشي؟ ايه وأكتر من هيك، هو عم يساوي كل هالشغلات المزورة والبشعة حتى يأجج الشعب ضد الدولة قد ما بيقدر، ويخلي العالم تقتل ببعضها وتصير حرب طائفية. وهي العمليات قسم منها سوحة بديرة بنفسه، والقسم الثاني فريقه بديرة، ولو نجحت هاي العملية معهم كانوا رح يساووا عمليات ب 16 محافظة كمان. ما بينبسطوا إلا إذا حولوا البلد لبحر من الدم، وهن رح يلزقوا كل اللي عم بيصير بالحكومة بشكل مباشر كمان. طالما هو بمكان قوي بالدولة فهذا الشيء أكيد بيسمح له يضبط الأمور بشكل يناسبه ويناسب فريقه. باختصار هن قادرين يسيطروا على الوضع بشكل قوي، أما هدفهم هو خلق فوضى تخلي السلطة توقف عاجزة قدامه. خذوا لهاد. حاضر. يلا يا شباب لازم نفتش الشاحنة. حاضر. حاضر. لك شو عم تسيبوا يا شباب؟ شعروا سيدي سيدي دبرك طلب مؤازرة يا سيدي دبرك سلاح مؤازرة
ضابط نجيب مش تبكي معه مسلح كانوا بالشحنة بدنا مؤازرة بسرعة محاضر يلا أوس يا سيدي يا سيدي يا سيدي سيدي يا سيدي حضرة الضابط سيدي شوفي أنا بثق فيكي وهي الوثائق كتير مهمة يا قليل الشرف أنا واثق أنك راح توصيهم للمدعي العام وهيك بنكون حمينا حياة ناس أبرياء كتير وكتير من الحوادث السرية كانت راح تصير بالبلد واقف شرطة ارمي سلاحك مو على أساس تجي لحالك شو عم تكذب علي؟ ليش هيك عملت؟ رنا ارمي سلاحك لا تتحرك ممدوح رنا انت منيحة؟ ايه منيحة انت من وين طلعت؟ عرفت من يوسف انك هون شو صاروا على مين قوصت؟ ما بعرف بس هو تصوب امشي نشوفه خليكي وراي ها انتبه سيدي سيدي طمني عنك منيح فاتت رصاصة بالدرع قدرنا نوصل كان هون بس مو باين في حدا متأكد قوصت عليه شو في دم هون هرب يا ترى لوين راح ليكو هنيك واقف لا تهرب واقف عملك واقف شرطة طب مين هدول اللي عم يقوصوا؟ ما بعرف سيدي منيح انه اجوا سيدي في واحد منهم عم يهرب يا شباب انتوا لاحقوا هدول وانا رايح ورا التاني خلصت الشغلة عملنا اللي علينا وصار لازم نروح يلا فولكان عم يهرب خلينا نلحقهم يلا بسرعة وين اختفى هاد؟ رنا رنا
إذا أنا قتلتك رح ترتاح وتريح يا ممدوح. شو صار معك؟ لقيته للزلمة؟ لا، كأنه هرب من هون. رنا، طيب امشي ندور، يمكن يكون متخبي. صحيح خبرت الدوريات؟ طبعا خبرتهم. طيب يلا امشي، أكيد بيكون صار بعيد. يلا. الله يرحم أجدادي، الكف بفضله مختلف. اللي ورانا ثابت، انتبه عم بيعوصوا. كيف بدنا نخلص منهم؟ نحن ما في قدامنا حل تاني. كنت بساعدك بس شوفت عينك عم سوق. أكيد ما عم بتفكر تقتل الشرطة. شو شايفني واطي لهالدرجة؟ انتبه فولكان عم يقوصوا. شو صار؟ وقف صف على اليمين. هذا الشغل المضبوط. كيف لكان؟ هدول اخواتي ما بقوص عليهم. شفت؟ ما حدا صار له شيء. بس بتعرف شغلي، الشغلة تبع الأقنعة ما بتناسبني أبدا. ما بعرف خيري شو صار معه. صحيح، يا ترى شو أخباره؟ يلا هلا بنعرف. زيكو منيح؟ تعا ضمنوني عن المصاب. أخذوه على المشفى سيدي، بس وضعه كتير سيء. طلع شي من الشاحنة؟ لا سيدي، نحنا ما لقينا فيها إلا على فاضية. أكيد في شي قصة ورا هالحادثة. عندنا علم رح نوقف الشاحنة. بعد شوي رح تروح على الفرع وبدك تحكي لنا كل شي من طاطا للسلام عليكم. ما رح تستفيد. شو هذا سيدي؟ الزلمة ناوي يكون أخرس. شو هاد العمى على المصيبة هي؟ والله طلعوا هدول بلوي مصبرة. أنا رح أخذ هي، رح شوف شو هالفيلم اللي عم بيألفوه. يلا خدوا هدول. شوي شوي. يلا هات. يعطيكم العافية. الله يعافيك. اللي شو صار معكم؟ الشرطة أكلوا الطعم وقت كانوا ملتهيين بهديك الشاحنة. نحن مرقنا بكل رياحة. يعني البضاعة جاهزة؟ كتير منيح يا شباب، برافو بكهاس. يلا افتحوا. نحن محينا الرقم المتسلسل تبع هالأسلحة، حتى لو انكمشوا ما حدا رح يعرف من وين اجى السلاح. ما قلت لي شو ساويت بكهاس؟ أنا دائما بكون مجهز خطة بديلة وعلى طول بقول أكيد نجيب بده يفاجئني. عن جد فنان ورهيب، حلال عليك. يا هيك بيكون التفكير يا بلا. شو صار لك؟ بس ما تكون انت قاعد عم تتمسخر علي. بزعل منك. ها الو. نعم الو. ألو، مين ما كنت رح خبرك زلمتك قدرنا نقبض عليه، وأكيد هلأ رح يعترف عليكم. إذا بدك خليك ساكت، بس أنا متأكد رح نتقابل وش لوش. بعرف إلكن وجوه كتيرة، أنتو مو بس بوشين، لك أنتو ناس تافهين وبألف وش. شو صار؟ نجيب مثل القط طلع بسبع رواح.
العمى هدول عن جد طلعوا عم يحملوا اسلحه. لك شو هاد؟ هدول طلعوا مصيبه. شو هالتنظيم الارهابي؟ اه يا قليلين الشرف. سيد سري، سيد سري اسمع شوي. لو تعرفوا بس نحن كيف عم نقدر نوصلكم هالمعدات وانتو ما كان يطلع منكم شيء. هيك ما بيصير. انتو لهلأ ما عملتوا ولا عملية الى صدى بالبلد. شو نساوي سيد زكريا؟ لك عم يضغطوا علينا من كل الجهات، حتى اوروبا اللي فتحت لنا معسكراتها بلشت تدرنا ظهرها. اصحوا، احملوا سلاح بايديكم وقولوا نحن هون لسه ما متنا. انتو لازم تساووا اي شيء، طالما انتو قياديين لازم تتصرفوا. نحن علمناكن ودربناكن انه تكونوا اقوياء. اصحوا. بس الرجال تعبوا كتير وعن جد معهم حق، شو بدنا نساوي اكتر من هيك؟ هذا الحكي ما بدي اسمعه بنوم. نحن ما قصرنا معكن وراح نضل واقفين معكن. يمكن هالايام صعبة شوي عليكن. مو بس علينا صعبة، وانتو كمان وضعكم مالو منيح ابدا. انت لا تفكر فينا وبدي تسمعني منيح. نحن بحاجة لشوية حركة مثل ما كنا من قبل، وإذا الأمور مانا عم تمشي الدم بهالفترة الصعبة أكيد رح يفيدنا. رح نزرع شي كم لغم ونخلي كم عسكري يستشهدوا، ولا هدول الناس رح يخلوا الدستور يتغير على الشكل اللي بالدنيا. وإذا نجحوا بهالقصة وقتها تفرج على حالتنا. لازم ما يوصلوا لهالشي، ولازم تحاولوا أن تقنعوا العالم حتى ما يقبلوا بتغيير الدستور. طيب كيف بدنا نقنعهم؟ شو بدنا نساوي أكثر من اللي ساويناه؟ قلنا فترة عم نشتغل وما استفدنا. نحنا وصلنا لمرحلة منظر الدم صار عنا متعة، ولك خلينا المدنيين يتحاكموا بالمحاكم العسكرية، اللي كم حزب خليناه ينحل كمان. طب شو بقى أكثر من هيك؟ بصراحة هذا اللي طلع معنا. طالما ما عم تقدروا تقنعوهم حرضوهم على الشغب. برأيك شو لازم نساوي؟ خلص عيد نيروز هالسنة تأخرنا، بس أنا رح زبط لكم شغلي. نحن لازم نساوي عرض على شكل مظاهرة مشان الاعتراض على الدستور، ماشي؟ ومنقدر نقول إنه نحن بالدستور هذا مو موجودة حقوقنا، وبهيك رح يطلعوا مظاهرات. وبعدين أنتوا بتفوتوا على الخط. شو يعني هالحكي؟ لك فتح مخك وخذ معك كم واحد قبضاي. إجانا من يومين كم واحد، أنا رح أخذهم معي. وفي وحدة بتفيدنا. الأم؟ أنا سمعت هالاسم، معناتها رح نتعرف عليها أخيراً. وأنتو خلال هالفترة وبمدة قصيرة بدكن تستغلوا كل الفرص لتعملوا كمائن وتزرعوا ألغام، والنقطة الأساسية أكيد لازم تصير بمراكز المدن. يخرب بيتهم شو كلاب. ماشي سيدي أنا فهمت عليك، بس قلنا كم شخص لازم يتحرك وكيف بدهم يتحرك. لما الضابط غيث وثابت رح يسمعوا هالكلام رح شوف شو رح تعملوا. مراكز المدن أنا وبيكهاس رح نحددها وبعدين بخبركن عليها، وقتها أنتوا بتتحركوا بناء على هالشي. ألو زكريا، تعال عندي فورا. خير شو صاير معك؟ هلأ اترك الأسئلة وتعا فورا، ولا تحكي شيء قدام حدا. أنا مقواص. شو هالحكي؟ لك احكي شو صار معك. طب وينك هلأ؟ قاعد بالحديقة بمنطقة عمرانية. لا تطول. ماشي أنا جاي فورا، بس أنت خليك مكانك. بيكهاس أنا هلأ لازم روح، عندي شغلة مهمة، بشوفك بعدين. طيب ماشي، انتبه على حالك. يلا بخاطركم. الله يخليك عطيني حق سندويشي، والله إلي يومين ما دقت طعم الأكل. أنا لع من وشي لك. يلا شو صار لك؟ عم قلك بس حق سندويشي، والله حرام عليك. أنا لع من وشي ولا ما بعطي مصاري ليلي مثلك. روح من هون. بس أعطيني حق سندويشي. لك روح انقلع. روح الله لا يوفقك. طمني عن وضع غسان. اتصلوا فيني وقالوا إنه استشهد. بالله عن جد؟ الله يرحمه. بقي بحياتك حضرة الضابط. شو صار؟
غسان. هلأ اتصلوا فيني وقالوا إنه استشهد. سيدي خلينا نتصرف مع هالوقت. لازم يموت هالوصي. لازم نموته أبشع موت. يا شباب خلص هدوا حالكم. ما بصير هيك. هدوا حالكم. شو صار معكم؟ خلص يا شباب اهدوا. خلصنا يا شباب اهدوا اهدوا شوي. كله بسببه. اهدوا كلكم اهدوا. بعرف زميلنا استشهد وبعرف انكم زعلانين عليه، بس ما بصير نعمل هيك حتى ما نخلي روحه تتعذب، وهذا الحقير اكيد ما راح يقدر يفلت من ايد العدالة. الحق معكم، انتو زعلانين، كلياتنا زعلانين، اصلا الدنيا مالها دايما لحدا، وكلنا راح نموت. وانا بحسده لرفيقنا انه وصل لهالمرحلة وقدر يكسب الشهادة، ونحن هلا بس لازم ندعي له، والله يعطي عيلته الصبر كمان. آمين. ونحن ما لازم ننسى انه نوقف مع عيلته بهالظرف. طبعا سيدي. يا هاني خذ الشباب. حاضر سيدي. يلا شباب يلا امشوا يلا خلونا نروح. شكرا. يلا امشوا شباب يلا بسرعه يلا. زكريا تعال انا هون. سوحة شو صاير معك؟ لك احكي لشوف. انا مقوص بكتفي ولازم روح لعند الدكتور فورا، عم توجعني كتير. امشي لازم نروح على المشفى. لك لا بلا هالمستشفى. لعند خضر اوغلو؟ لا وقتها في ساغورس رح يعرف، ما بدي حدا يدرى. لك كل وثائق انكشفت اكيد رح يقضوا علي. ساعدني بترجاك. هدي حالك ما حدا رح يعرف شي، بس بالاول لازم تحكي لي شو صار معك، والا كيف بدي ساعدك؟ توعدني انه ما تجيب سيره لحدا؟ لك ايه طبعا ما بحكي. طيب ووعدني. وعد وعد رجال. في واحد كنت عم اشتغل معه من زمان راح لعند بنتي، وهو في بيده وثائق كتير مهمه بتخصني. مثل شو؟ مثل بيوت الطلبه. لك لا تقولها، بس لازم في ساغورس يعرف. شو صار لك؟ لا تنسى انك وعدتني. لك قلت لك ما حدا لازم يعرف، لانه وقتها رح يقتلوني. الحكي بس بيني وبينك ماشي؟ ولا يهمك سوحة، خلص اهدى. انت بتعرف انا من يوم يومي شخص امين، بعرف حافظ على السر. شو يعني ما بتعرفني؟ شوف في ساغورس لازم ما يعرف. ماشي اكيد بتنحل. خلينا نروح عند خضر اوغلو حتى يشوف لك الجرح ماشي، واذا سالنا منألف شي قصه. المهم ما ينتبه لأي شيء ماشي؟ ماشي. يلا يلا قوم. ايه يلا امشي. استند علي إذا بدك. أحمد رزق حضرة الضابط وينه؟ بالاستجواب. خير مين عم يستجوب؟ الشاحنة اللي رحنا مداهمة. ايه طلعت خدعة، لعبوا علينا وكان بقلبها ناس مسلحين. لا لا تقولها. زميلنا غسان تصاوب واستشهد كمان. شو عم تقول هاني؟ والله هذا اللي صار، كلياتنا مصدومين. مين بعدكن؟ احكي. انا ما بعرف شيء. مين اللي عطاكن الاسلحه؟ انتم من وين عرفتوا انه نحن رح نوقف الشاحنه؟ ما بعرف، يمكن تكون صدفه. ماشي تكرم، معناتها ما رح تحكي. ما بعرف شيء، شو بدي احكي؟ كثير منيح. أنا هلأ رح أفتح الباب ورح أفوت الشباب لهون، كل اللي واقفين برا جانين على آخر لأنه زميلهم قتل. إذا أنت علقت بإيديهم بتعرف شو رح يعملوا؟ صدقني ليقطعوك قطعة صغيرة ويرموك للكلاب اللي بالشوارع. ماشي. يا شباب تعالوا لهون شوي، خدوا هالزلمة وعملوا شو ما بدكم فيه. ما بدي اتفاهم معك، صار لي ساعة مسألك. احكي لشوف. بيكا هاس ورا هالشغلة، هو غير الشاحنة تبع الأسلحة. لوين راحت الأسلحة؟ ما بعرف. وين بدهم يستخدموها؟ صدقني ما بعرف. احكي الحقيقة.
عن جد ما بعرف. بدك تحكي كل شيء. يلا لشوف لوين راحت الأسلحة. والله أنا ما بعرف لوين. نحن عملنا يلي نأمرنا فيه. شو الحل هلأ؟ لازم نعرف الأسلحة لوين راحت. هاي الشغلة لازم نحط فيها كل اهتمامنا. تفضل سيدي شوي إذا بتريد. لازم نحكي كلمتين ضروري. أنا إذنك حضرة المدعي. ماشي روح شوف شو بده. سيدي طلعت الإخبارية كذب. مو هيك بالضبط، بس دريوا أنه نحن عرفنا قدروا يتصرفوا. شو هاد يا؟ أنت مين خبرك؟ سيدي رنا راحت تشوف الزلمة، بس كان في واحد تاني متخبي هنيك وما كان مبين معي، بس قدرت صيبه، كان عم يحاول يقتل رنا. طيب مين اللي خبره؟ مو هو، كان في شخص غيره سيدي. وهلأ اللي خبرك وينه؟ على الأغلب هلأ خاف وهرب. إن شاء الله بيتصل مرة تانية لأنه معه كتير وثائق مهمة. الحمد لله على السلامة. جرحك مو كتير كبير بس لازم تاخد الأدوية. ماشي. ما شفت مين اللي قوص عليك؟ لا، كنت طالع من البيت وفجأة وقفت سيارة قدامي، لما شفت المسدس رميت حالي على الأرض. بتعرف سوحة؟ نحن صار لازم نحط لك حراسة، هيك ما بيصير، حتى الشرطة ما بتحميك. هذا الوضع ما بينسكت عليه بنوب. زكريا معه حق، لازم نحط لك حارس شخصي. الحمد لله على السلامة، أول ما سمعت أجيت. ليش عذبت حالك سيدي؟ كان قدام بيته مرقت سيارة وقوصت، بس هو فورا تصرف وزت حاله بسرعة على الأرض، بس يعني للأسف صابه. شو كان بالدنيا ترى؟ ما بعرف سيدي. نحن كنا عم نقول إنه الأفضل لو نحط له حارس شخصي. إيه كتير منيح، هيك لازم يصير. هذا زلمتنا ونحن لازم نهتم فيه ونحميه. اعملوا الشيء اللي قلتلكن عليه. قائمة الهربانين من خدمة الجيش عندك؟ طبعاً. يا ريت تبعت لي اياها اليوم. ماشي رح امن لك اياها. انت شو اخذك لهنيك بمصاص الليالي؟ الحقيقه سيدي رحت حتى اشوف الزلمه. اي والله منيح، واذا ممدوح ما اجا شو كان صار فيكي هلا؟ طيب مين كان هذا الزلمه المسلح؟ ليش عم تغير الحديث؟ اذا الزلمه اتصل مره تانية بتخبروني. وانت ما بقى في داعي تلعبي العاب الصحفيين. شوفي المره الجايه ما بسامحك على شيء. حاضر سيدي. خلي ممدوح يوصلك، وإذا صار شيء بتخبروني فورا. يلا يلا. ماشي. قال طلبتني سيدي. من هلأ وطالع أنت مسؤوليتك تحمي سوحة بيك كل يوم، وين بيروح بتروح وراه. ماشي. حاضر سيدي. ما كان في داعي لهالشي. ليش عم تحكي هيك؟ نحن مو مستغنيين عنك، انت روحنا وواحد مننا، وطالما نحن هلأ عم نمر بهاي الأيام الصعبة وجود هيك ناس مثلك معنا أكيد محتاجينه بتنظيمنا حتى نقدر نواجه اللي عم بيصير. بقى يا ريت ما تحكي هيك. ماشي. قوم روح على بيتك لأنه لازم ترتاح شوي. حاضر سيدي.
أنا حاسس سوحة مخبي شيء وعم بيحاول إنه يكذب علينا. زكريا يلا حكي لي بسرعة شو صاير معه. مصيبة سيدي، لك هذا صاحبنا انكشف. في واحد قدر يوصل للوثائق تبع بيوت الطلبة اللي نحن موكلينه فيها وعم يهدده فيها، وصاحبنا رح يموت من الخوف. وفو هالشي الزلمة بده يعطي الوثائق لبنته رنا. طب انت شو بتقترح نساوي؟ سيدي الوضع مبين والعقاب مبين، ليش مين اللي انكشف وضل عايش لحتى سوحي يضل عايش؟ حفاظاً على موقفنا نحن مضطرين إنه نعمل هيك. السماح بهيك شغلة رح يشجع غيره إنه يرجع يغلط. لازم نخلص منه ليكون ما في غيره، البلد مليانة. خبر بكهاس يهتم بالموضوع. بعدين اجت شحنة على المستودع وفاتت لجوا. بكهاس والتافه زكريا كانوا هنيك، وهي الأسلحة عم يستعملوها بالتظاهرات. أول شي رح يسووا إنه ينزلوا العلم على الشوارع، الله لا يوفقهم. طيب وبعدين؟ وبعدين بدهم يدموا هالناس. تماماً هيك رح يعملوا. هذا شغلنا من الصبح، أصلاً الصبح رح يطلع. إيه ولا تنسى شغلة ستيفانيل. خيري؟ شو؟ بعت هالصور للضابط نجيب، أكيد هو رح يتصرف. طيب رايح بعتهم. الزلم يحكى اسم بكهاس. طب هذا الشيء كافي؟ بعتقد رح يغير أقواله بالمحكمة، حتى لو قال نفسه نحن لازمنا أدلة أقوى. بس نفسي أعرف هني وين بدهم يستخدموا الأسلحة، يمكن اغتيال أو شي هجوم، الله أعلم. ماما نحن شو عم نستنى هلا؟ حذروا لشوف مين عم نستنى. أكيد عم ممدوح. إيه والله أنت حذرتي. أصلاً هو ما بيقدر إلا يتأخر. ألو نعم؟ مو اتفقنا تيجي لحالك؟ ليش كذبتي؟ مين كان معك؟ وليش حاولوا يقتلوني؟ فهمت عليك، بس لحظة خليك معي شوي على الخط. لوين رنا؟ يلا هلأ بجي. بلا العيولة. ألو ثابت، الزلم اللي واقف هون بعدته على جهنم، أنت فهمت علي مو؟ ماشي نحن جاهزين هلأ. أي الله. مين هاد؟ رفعت كان بده يساعدنا بعملية بيوت الطلبة، كانت مهمته إنه يحط الأسلحة ببيوت الطلاب. إيه وشو صار؟ بعدين هو تراجع ورفض ياخد مصاري، لك حتى نحن هددناه هو وعيلته بس ما فهم. المشكلة إنه في وثائق بتخصني بإيده، وإذا هو بيانها رح يدمرني. ألو سنان، اسمع شو بدي أقولك. تفضل سيدي. أنت بتعرف صاحبنا سوحة؟ هذا الزلمة خلصت صلاحيته، افتح له مخه ومسح له كل شي فيه، خليله يا فاضي. أنا عم استناك حتى تخبرني إنه كرت الذاكرة فضي. وبعدين سري هلأ رح تحكي لنا كل شي. شو السر تبع هدول الأسلحة؟ أي أسلحة قصدك؟ اللي جابت لكم إياهن أركان كوندو. أنت ليش عم تشتغل مع هدول الكلاب ولا مبسوط إنك عم تقتل جيشنا؟ مبسوط بالدم يلي عم تشوفه؟ بدك تحكي عن سر هاي الأسلحة ولك سري؟ لك احكي وخلصني ولك. ما في داعي تعطوني درس بالحقوق. شوف سوحة بيك، انت ما عاد فيك تنكر، هلأ كل شي صار واضح، كل الشغلات الغلط يلي عملتها طول عمرك وحياتك وشهود الزور يلي جبتهن كله صار مكشوف. وإذا بدك فينا نبدأ بالأسلحة والقنابل يلي نحطه على سد أمرلي. شو هالحكي الفاضي؟